مش بس كلام. قناة وعد تحل قناة وعد في الصبح تلقى طه بشرى. نعم. برنامج الصباح أكيد. تحل قناة وعد في القايلة تلقى طه بشرى برنامج القايلة أكيد. تحل قناة وعد بالليل تلقى طه بشرى برنامج المستشار. ما تحسش روحك شبه الدواء طه بشرى في الصباح، طه بشرى في القايلة، طه بشرى في الليل. راجل سموه طه فيلم. لا ما تسموش طه فيلم، انتوا قلتوها دواء. الدواء امتى ياخذوا فيه؟ الدواء ياخذوا فيه ثلاث مرات في اليوم، الوجبات تاخذها ثلاث مرات في اليوم. باهي انا عشيق المايك، ولكن في ناس عشيقة الفلوس، يعني ناخذ في المايك ما عادش على فلوس، ولكن في ناس تحسب فيها بالقرش باش تجي تخدم. لا ما نخدمش الا الساعات، يحسبوا فيها بالساعه. احسبوا فيها بالساعه. لا انت مستريح طه كان. لا مش مستريح، ولكن انا لما نجي نحب نطلع نتكلم للناس، ولكن ما نحسبش فيها بالقرش. ولكن في ناس تجي لا ما نجيش الا الساعه الفلانيه باش قداش بتعطوني. عمري قلت قداش بتعطوني. فلهذا انا نحب مهنتي، ما نحبش الفلوس. فاللي يحبوا الفلوس هم اللي مش عشاق خدمتهم. فلهذا دائما تلقاهم فاشلين. ايه لكن ما اعتقدش. لكن تبي فلوس، لكن في النهايه انت منهم. فلوس. الفلوس زايده عليا. زايده حاجه في فلوس، ما فيش حاجه. البحر يحب الزياده، ولكن انت ما عندكش حاجه زايده. لكن انا مش عادي مثلا قنوات مثلا اني انا نطلع طول الوقت في وعد افهم باش اني ناخذ فلوس. لا 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 لا، نفرض ما عندكش مجال ثاني تخدم فيه الا المذيع. مذيع قول انا ما ندورش الفلوس هذه مشكله. ما ندورهاش في لاني ما ندورهاش. انا ما ندورهاش ليش؟ لاني انا لما نطلع صبح وليل هل نحسبها معناها تقول لي ملياردير انا؟ لا، معناها قناه وعد المفروض تخلصني 50,000. لا، لكن انا نحسب فيها باني انا دواء. عجبتني دواهي. دواء مليح. وجبه 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 صباحيه وجبه دسمه في الظهر غدا طه، وجبه في المساء. ليش؟ لان الناس لو ما يبوش الوجبات هل تقدر تعيش من غير ماكله؟ ابدا. خلاص الناس ما يقدرش يعيش من طه من غير طه. اجابه جميله، يعني ان شاء الله عجبتكم. مش بس كلام.